بجد التحية ليك يا كابتن اسلام الشاطر وكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، ورسائل خاصه هنا من اسبانيا ومعسكر فريق النادي الاهلي. يمكن اكيد طبعا بنحاول ان احنا نسجل مع كل نجوم فريق النادي الاهلي، لكن انا معايا حاله خاصه ومعايا واحد من نجوم، واحد انا بتشرف ان هو متواجد معايا، كابتن الكبير الكابتن مؤمن زكريا. مؤمن منور شاشه قناه الاهلي، والاول يعني اكيد تحياتي للكابتن اسلام الشاطر من قناه الاهلي. اكيد طبعا برحب بكابتن اسلام وبرحب بيك يا كريم، وربنا يوفقنا ان شاء الله الفتره الجايه. معسكر مهم، استعداد قوي. المعسكر ده مختلف، ان عندنا بطوله مهمه اللي هي بطوله الدوري، ماتشين مهمين. بصراحه المعسكر ماشي باسلوب كويس، التزام، اصرار اللعيبه نتحقق بطوله الدوري دي، هتبقى مهمه الفتره الجايه ان شاء الله. قبل ما اكلمك عن اي حاجه، انا عايز اطمن على الاصابه الاول، اطمن عليك الامور ماشيه معاك ازاي، بنتابعك بتشتغل بشكل كبير، الجيم والحمل البدني مرفوعه يعني بطريقه كبيره جدا، طمنا وطمن كل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله، يعني اعتبر الحمد لله بقيت فتره كويسه، بس لسه عقبال مازل الملعب مع التمرين الجماعي لسه شويه، بس الحمد لله يعني في تحسن من خلال حسين عبد الدايم بيتمرن معايا في الجيم قبل التمرين وبعد التمرين، بشكره طبعا. الحمد لله يعني ان شاء الله فتره كده تكون قصيره شويه، وان شاء الله اقدر اكون موجود مع الفرقه باذن الله. نخش في الجد شويه بقى مؤمن، انا يمكن عايز اتكلم في البدايه على السوشيال ميديا، يمكن امر مهم جدا وبيزعج بعض اللعيبه، وفي بعض اللعيبه ما بتركزش فيه، انت بتتعامل مع الامر ده ازاي؟ الناس ممكن تنتقد بشكل كبير، تهاجم بشكل كبير، والمدح على طول بيبقى في ساعتها، في نفس الوقت تتعامل مع الامر ده ازاي مؤمن، لان انت واحد من نجوم النادي الاهلي؟ بص يا كيم، والله اقول لك على حاجه، بنزل ما اركز، يعني مش اللي هو ابقى كويس قوي ابقى فرحان، ابقى وحش قوي اركز، لا هقول لك مثل بسيط. انا ما كنت اتنقلت من نادي الزمالك لنادي الاهلي، ما فكرتش خالص ان انا جاي منين وهروح فين ولا الموضوع ده، فكرت ان انا اكون في الملعب، وده حصل. يعني واي حد بيجي من الزمالك للاهلي، هاله اعلاميه، صحافه، كجمهور، فحاجه دي بتتاثر اكيد، بس انا الحمد لله ما حطيتش في دماغي هدفي الاساسي ان انا هو الملعب، ما عنديش حل تاني، بوصش مثلا مين قال لي حاجة حلوة مين قال لي حاجة وحشة. ثانيا يعني مش اللي هو مثلا انستغرام كتير، فيسبوك كتير، مواقع كتير، خلي بالك انت ممكن يبقى لك صحفيين كتير بس ما تتكلمش مع حد، قافل على نفسك مركز، وده الحمد لله يعني يعتبر فضل من عند ربنا يكون ميزة فيا، فبحافظ على قد ما اقدر ان انا مركز في الحاجات دي. وانت كمان هو من يعني باكد على كلامك، علاقتك مع جمهور النادي الاهلي يعني علاقه كبيره جدا، وانت عارف وبتتابع وبتشوف الناس في النادي بتتعامل معاك ازاي، ما بتروح المباراه بتبقى عامل ازاي، العلاقه دي اكيد بتزودك ثقه، وفي نفس الوقت بتحملك عبء كبير جدا لان جمهور النادي الاهلي بالملايين. لا اكيد طبعا يا كيمو، يعني بصراحه الجمهور واقف في ضهري حتى من ساعه اخر فتره دي الاصابه، هو واقف معايا من ساعة ما بدأ السعودية ورجعت، الحمد لله يعني علاقتي بالجمهور كويسة، لأن هم عارفين مؤمن أنا أهم حاجة بقى بشغلي أحافظ على الفرقة، ألتزم بتعليمات المدرب، فدي الحمد لله هي دي معلية مؤمن مع الجمهور. ان شاء الله نجاح اكتر باذن الله. موسم صعب جدا يا مؤمن، وموسم استثنائي، ويمكن النادي الاهلي عدى بمواقف كتيره جدا، نلعب في الملعب ده، لا هنسافر، لا هنرجع، لا الكلام ده. انت كواحد من نجوم النادي الاهلي وفي وسط اللعيبه يعني تعاملتوا ازاي؟ احنا كنا جايين من بعيد قوي مؤمن في جدول الدوري العام، وفاضل لنا خلاص اربع بونت ان شاء الله باذن الله ناخد بطوله الدوري، تعاملتوا مع الموقف ده ازاي؟ انا كان نفسي اكون موجود في الفتره دي مع اللعيبه ان انا اشارك والحاجات دي، بس ما حصلش نصيب بسبب ان انا رحت اعاره وجات، بس الناس في الفرقه قد مسؤوليه، كنت حابب موجود ان اللعيبه دي هي بيبان في الموقف دي، فالحمد لله الواحد مر بمواقف كثيره. اكيد اللعيبه مهتمه زي ما اقول لك يا كريم في الاول، المعسكر مهم، دي اهم معسكر فتره اداء، ليه؟ لان اهم حاجه ماتشين الدوري، فدول مهمين جدا. اللي انت بتقول مثلا 4 بونت، لا انا واحد من طحماتي عايز 6 بونت، لازم، ما عنديش حل تاني، 6 بونت ابقى انا مرتاح، ليه العب على 4؟ لا العب على 6، دي اهم حاجه. انا في النادي ليه ما اكسبش كل ماتش؟ لكن ابص على 4 هاخد بونت، ابص على 3 هاخد مش هاخد حاجه، لا ابص على 6 بونت، دي اهم حاجه. نرجع تاني للمعسكر، ويمكن كانت اول مباراه وديه قدرنا ان احنا نفوز فيها بسكور كبير، لكن كنت بتكلم مع كابتن يوسف قلت له اهم من العدد الاهداف ان احنا نستفيد تدريبيا، والجرعه التدريبيه تكون قويه جدا. المعسكر كلمني عليه، الملعب، الجو، احنا منعزلين، الناس ممكن تفتكر ان احنا في اسبانيا، احنا في وسط يعني في مدريد او في برشلونه، احنا منعزلين عن الدنيا كلها. لا اكيد طبعا، انت المعسكر لازم يبقى مقفول على اللعيبه، بصراحه بهني الشركه اللي جابتنا هنا ومن النادي ان هو اختار المكان، لا كل حاجه ملتزمه، كجيم،
كملاعب كنوم كحاجات مثلا ترفيه بلاي ستيشن او بينج في الحاجات دي، والا ان هي لعيب كوره مقفل على نفسك مش عايز تخرج حتى اليوم الفري، رحت مثلا مول والحاجات دي مش لو عم اكيد طبعا في الاول مراهق مش هكون بمستوى العالي، هكون تدريجيا واحده واحده. فاكيد زي ما قال الكابتن يوسف استفدنا ان الناس كلها تلعب بحيث ان انت تروح على ماتش المقاولين تبقى فنيا جاهز 100%. الاصابه وقتها قد ايه؟ انت يعني قطعت شوط كبير في الاصابه، يعني قول لي كده الفتره قد ايه لسه هترجع تبدا كوره امتى من بره؟ لا الفتره عندي عند ربنا ان شاء الله، يعني الفتره الجايه باذن الله اكون احسن، استعد احسن. انا بقى لي 8 شهور بعيد، دي مشكله برضه، فواحده واحده تدريجيا ان شاء الله اخش مع الفريق باذن الله. بس بالاصرار والجديه والعزيمه اللي احنا عارفينها على المؤمن ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون من نصيبك. المؤمن عارف ان انت من الناس الكتومه شويه، لكن في الملعب الموضوع بيكون مختلف خالص. دي مشكله، ودي عملت اسباب وحشه كتير، ان انا مثلا بضغط على نفسي بكتم جوه، ده مش صح. انا عندي فرصه كبيره مش عايز اتكلم عليها، بس كنت كتوم قوي فدي اثرت عليا. لو بتكلم وبتخاطب جمهور النادي الاهلي مؤمن المرحله اللي جايه والفتره اللي جايه، الناس منتظره الدوري ده طبعا، النتيجه بتاعت ربنا، اللعيبه هتشتغل وهتجتهد وهتترك طبعا الامر ده ربنا سبحانه وتعالى، لكن مؤمن يقول لكل جمهور النادي الاهلي، لمؤمن ولعيبه النادي الاهلي. لا الاول للنادي ثم بعد كده مؤمن واكيد اللعيبه، لازم الوقت ده هم يقفوا جنب النادي ورا النادي. ليه؟ اهم مباراتين بطولة الدوري، وعايز اقول لك يعني في ناس صغيرة لازم الجمهور يقف جنبها، لان مثلا اي واحد كبير بيقف جنب الصغير، بس لازم الجمهور يقف جنب الصغير وهيساعده ان هو يحقق طموحات. فانا بتمنى من الجمهور ان هو يقف جنب اللعيبة وان شاء الله يساعدها باذن الله. انا اول مؤمن بشكرك في النهايه، وسعيد ان انا يعني بسجل معاك هذا اللقاء، وان شاء الله مؤمن منتظرينك الفتره اللي جايه باذن الله. الاصابه يعني ما تاخدش وقت كبير معاك، جمهور النادي الاهلي مستنيك يا مؤمن الحب بصراحه. يعني ان شاء الله انا عايز بس طلب منهم يقفوا جنبهم الفتره الجايه، ان عدى عليا فتره صعبه ان شاء الله باذن الله اكون عند حسن الظن باذن الله. حبيبي علامة، حبيبك يوم حبيبي ربنا. بنشكرك كده يا كابتن اسلام نجمنا الكبير مؤمن زكريا اللي ان شاء الله منتظرينه في الملعب خلال الفتره القادمه. الاصابه باذن الله ما تاخدش وقت مع مؤمن، عنده اصرار وعارف قيمه تيشيرت للنادي الاهلي، وعارف يعني ايه يكون متواجد في النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله كل الدعم لكل اللاعبين، وباكد كمان على مؤمن اللعيبه كمان الصغيره محتاجه مسانده بشكل كبير خلال المرحله القادمه. ان شاء الله باذن الله كل لعيبه النادي الاهلي يكونوا موفقين، نعود من هنا بنتيجه طيبه للمعسكر بشكل عام. وان شاء الله باذن الله كابتن اسلام بناكد في كل الرسائل المباراتين القادمتين المقاولون العرب والزمالك باذن الله زي ما مؤمن قال ما تبقاش 4 بونت تكون 6 بونت، ويتوج النادي الاهلي ببطوله الدوري العام. عوده ليك يا كابتن اسلام.